السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. البدء من موقع كتابات ومقال الكاتب سعد الكناني بعنوان الفوضى سيدة المشهد السياسي العراقي. المتابع الجيد للشأن العراقي يعرف تماماً أن حكومة السودان تدار من قبل زعماء الإطار ولا سيما المالكي والعامري والخزعلي، والأخير هو الأقرب للسودان، لذلك أطلق على هذه الحكومة حكومة العصائب، وإن قال بعضهم إنها حكومة نور الملك الثالثة، وهي لا تختلف عن الحكومات الولائية التي سبقتها في الفساد والتبعية، حكومات اشتركت بدمار البلد وضياع أكثر من تريليون دولار في العقدين الماضيين. السوداني باعتباره القائد العام، إلا أن فصائل الحشد الولائية لا تحترم قراراته، حيث سيبقى الوضع العراقي من سيء إلى أسوأ في ظل الحكم الإطاري بعد أن كان بلداً قوياً متقدماً في كافة المجالات قبل 2003. أصبح الآن يستورد 80% من احتياجاته مع استمرار العيش على الريع النفطي دون تفعيل الصناعة والزراعة والقطاع الخاص، وبرنامج السوداني لا علاقة له بالتنمية ولا بأي فكرة عنها، وما يحصل في العراق هو أن دائرة الريع نفسها يتم تهريبها إلى الخارج، ومصارف أحزاب الميليشيات تنجز أعمال التهريب وتبييض الأموال بطرق شرعية، وبعضها نشأ باستدانة المليارات من ميزانية الدولة قبل أن تأتي الحكومة فتعفي هذه البنوك من مديونيتها، وذلك في عمل يبدو هو الآخر شرعياً، يعني إنشاء مصارف تسرق من الدولة بتمويل من الدولة. إيران وأحزابها وميليشياتها جعلت العراق بلداً بلا صناعة ولا زراعة ولا خدمات، ونسبة كبيرة من المتخلفين والأميين، والفساد جزء من هوية النظام الحاكم، والمحاصصة تعني تقاسم الموارد على أساس منهوبات تدور مع دوران الكراسي بين شركاء العملية السياسية. إلى موقع صوت العراق ونقرأ مقالا للكاتب سعد جاسم الكعبي كتب فيه: منذ نحو عقدين والعراقيون يعانون تسلط مافيا المولدات الكهربائية الأهلية، بالرغم من عنتريات محافظة بغداد ووزارة الكهرباء بحسب تعبير الكاتب وزعمهم محاربتها. بالأمس محافظ بغداد محمد عطا زعم وجود طريقة جديدة لإلزام أصحاب المولدات الأهلية الكهربائية بوضع عداد يعد ساعات العمل للمولدة، وبخلافه لن تمنحه المحافظة وقودا مجانية. كذلك ادعى أن الجباية يجب أن تكون بداية الشهر وليس قبل أن ينتهي الشهر. وأضاف الكاتب أن كلام المحافظ يذكرني بكلام الليل الذي يسيح في النهار على وفق تعبير الكاتب، ونعلم أنه سيتلاعب بتلك العدادات وأوقاتها بسهولة. وزارة الكهرباء اعترفت أن أكثر من 81 مليار دولار صرفت على منظومة الكهرباء منذ العام 2003، إلا أن هناك أموراً تعطل تحقيق الإنجاز المنشود، ونحن نعرف تلك الأمور ودور مافيا الفساد فيها. فالتجاوزات في بناء العشوائيات مثلاً تجعل مناطق بالكامل مشوهة، وتزيد على التحميل غير المدرج رسمياً على شبكة الكهرباء الرسمية. المواطنون يصفون أصحاب المولدات بالمافيا التي تستغل ظروف انقطاع الكهرباء الوطنية، ويرجعون أسباب ذلك إلى العجز والفساد الحكومي، فالكهرباء الوطنية تكاد تغيب تماماً مطلع كل شهر حتى يضطر الناس للاشتراك بالمولدات. يقدر ما تنفقه العائلات نحو 10 مليارات دولار سنوياً تذهب إلى جيوب مافيا المولدات الأهلية. مافيات تقف وراء المولدات الأهلية، فبعض الجهات السياسية تتعمد عدم معالجة أزمة الكهرباء لامتلاكها شبكات مولدات
تدر المليارات لصالحه. ونقرأ مشاهدينا الكرام مقالا بعنوان غزة الفلسطينية والفلوجة العراقية للكاتب جاسم الشمري. يبدو أن للمدن أقدارا مثل أقدار البشر، وعليه كان من أقدار القدس وغزة وبغداد والفلوجة وغيرها من المدن أن ترتبط بالمقاومة والوقوف ضد الغرباء والاحتلال. لقد استطاع الشعب الفلسطيني أن يختصر تاريخ المقاومات العربية والإسلامية والأجنبية في نضاله الطويل من أجل تحقيق أو تحصيل حقوقه المشروعة. وتذكرنا تحديات المقاومة الفلسطينية بتحديات المقاومة العراقية التي وقفت ضد الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003 في معارك عديدة شرسة مع قلة ذات اليد، ولكنها في نهاية المطاف أجبرت واشنطن على الرضوخ وتوقيع اتفاقيات خروج قواتها مع حكومة بغداد التي نسبت القرار لجهودها، وهذا تزوير كبير للتاريخ النضالي العراقي القريب. معركة طوفان الأقصى الفلسطينية تذكرنا بمعركة الفلوجة الأولى وبصور التشابه بينهما. إن اقتحام مئات المقاتلين الفلسطينيين لمناطق غلاف غزة بمعركة الطوفان دليل على الإصرار والتحدي، لأن التقديرات العسكرية ترجح مقتل من يقدم على هذا النوع من العمليات في عمق الأراضي المحتلة. أما عراقياً فقد وقعت معركة الفلوجة الأولى في الرابع من نيسان أبريل 2004 بعد محاولة قوات الاحتلال الأمريكية دخول مدينة الفلوجة عقب مقتل 4 عناصر من شركة بلاك ووتر الأمنية، ولكنها فشلت. وقد استمر القتال في معركة الفلوجة الأولى لأكثر من شهر، ومع ذلك فشلت القوات الأمريكية في دخولها، تماماً مثل الحال المستمر في غزة حتى الساعة. وتكبد الأمريكان حينها وفقاً لبياناتهم 480 قتيلاً، وقدمت الفلوجة أكثر من 700 شهيد. واستخدمت واشنطن في الفلوجة الثانية أسلحة تقليدية ومحرمة ومنها الفسفور الأبيض، تماماً مثل ما تفعل إسرائيل في غزة الآن. ومن صور التشابه الواضحة بين الفلوجة وغزة حالة الخراب والهدم، وذلك لكثافة القنابل القاتلة التي ألقاها الاحتلال الأمريكي على الفلوجة، وهو ذات الخراب والتخريب والتدمير المستمر على غزة الجريحة. إلى صحيفة النهار ونقرأ مقالا بعنوان خسرت إسرائيل المعركة من سيربحها، للكاتب سمير التقي جافي. كيف تخسر الأمم المعارك؟ تخسر حين تفتقد السبل لتحقيق مستوى أعلى من الأمن والردع، بل وتخفق في تحقيق أهدافها المعلنة. وبعدما تواطأت طويلا على السلام، حاولت الطبقة السياسية الإسرائيلية رفع سقف أهدافها لعلها تستعيد ماء الوجه، وبذلك كتبت هزيمتها بيدها، ليس بسبب رد فعلها الغريزي الانتقامي فحسب، وإنما كان الإخفاق تتويجاً للوثة في صلب العقيدة العسكرية لنخبها الحاكمة. وهنا يضيف الكاتب: هذا القتل المنفلت لألوف المدنيين والتدمير الأعمى للموارد والمباني في غزة ليس له أي تفسير سوى افتقاد المغزى وغريزة الانتقام، اللهم إلا إن كانت إسرائيل لا تزال تسعى إلى العودة لدورة عميقة أو عقيمة من كسر معنويات الفلسطينيين، وهو ما يعني أنها لم تتعلم شيئا من دروس 56 عاما من الاحتلال. إنجازات إسرائيل لن تقاس بعدد قتل الفلسطينيين من المدنيين ولا بمستوى الخراب الذي ألحقته بأسباب الحياة، بل سيقاس بمدى تحقيق الأهداف السياسية. من الواضح أنه باستمرار إطلاق يد الحكومة والجيش الإسرائيلي على الأرض في بحثهما عن انتصار المفقود، ستجر إسرائيل الولايات المتحدة نحو المزيد من العزلة الإقليمية والمزيد من تداعي تحالفاتها الإقليمية بل والدولية، بل ربما تجرها مباشرة إلى المعركة.
لا شك في أن العديد من اللاعبين الإقليميين والدوليين المنافسين والأعداء للولايات المتحدة يترقبون بشغف ليحصدوا إفلاس الدبلوماسية الأمريكية، بل ينتظرون انقشاع غبار المعارك ليملأوا الفراغ الذي تخلفه العزلة الأمريكية ويقطفوا نتائج كفائها. ونقرأ مقالا مترجما من موقع ميدل إيست مونيتور بقلم الكاتب محمد مكرم بلعاوي بعنوان الحرب في غزة منظور جيوسياسي. لا يمكن للمرء أن يقتنع بأن قدوم حاملات الطائرات الأمريكية إلى المنطقة هو من أجل غزة فحسب. لقد رأينا كيف اجتذب الصراع المستمر في غزة الاهتمام الدولي ولا سيما الغربي، فلا بد من وجود دوافع أخرى كامنة للوجود الأمريكي. بالمقابل فإن الروس مستفيدون من التوتر في غزة، إذ يمنع تركيز الانتباه عن أوكرانيا ويعطيهم المسوغ لمزيد من التدخل في المنطقة. كذلك تعتمد الصين كثيراً على الخليج لإمداداتها من النفط، ولا بد أن الصين ترى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة تهديداً لخطوط إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها، ولكنها في المقابل تستفيد أيضاً من تحويل الانتباه الأمريكي عن بحر الصين الجنوبي، وهو ما يسمح لها بمواصلة صعودها. هناك قلق متزايد من أن اليهود لم يعودوا يرون إسرائيل ملاذاً آمناً لهم بعد الآن، وقد يؤدي هذا التخوف إلى نزوح جماعي للسكان اليهود، مما يزيد من تعقيد الوضع المتوتر أصلاً وبالفعل في دولة الاحتلال. كما أن إسرائيل التي تواجه مخاطر كبيرة تهدد بانهيارها يجعلها بيئة غير آمنة للاستثمار ويضرب اقتصادها في الصميم. كل هذه المقدمات توضح بأننا أمام نقطة تحول تاريخي سنشهد فيها تشكيل نظام عالمي جديد، وستكون نتائج هذه التطورات الجيوسياسية في غرب آسيا عواقب بعيدة المدى، ليس فقط على المنطقة بل أيضاً على التوازن العالمي للقوى على الأرجح. المفارقة الكبرى هنا أن حركة المقاومة الفلسطينية رغم محدوديتها لها تأثير ضخم على الصراعات الدولية، ما يعني أنها يمكن أن تكون السبب الأبرز في إعادة تشكيل المنطقة بأكملها، وأن تكون نموذجاً يحتذى به للحرية وتقرير المصير. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. شهدت العاصمة الغانية أكرا تظاهرة داعمة تضامنية مع فلسطين.
إذ شارك مئات في هذه التظاهرة التي نظمت بميدان كوامي نكروما في العاصمة أكرا، وقد رددوا فيها هتافات من قبيل فلسطين حرة، ورفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مع الغانية، وحملوا لافتات عليها عبارات مثل لا للحرب ونقف إلى جانب الفلسطينيين والعدالة لفلسطين. وفي تصريح لوكالة الأناضول قال النائب البرلماني السابق رئيس مبارك الذي شارك في هذه التظاهرة إن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في فلسطين، وأكد وقوف الشعب الغني إلى جانب نظيره الفلسطيني المضطهد مطالبا بإنهاء الهجمات عليه فورا. فنتابع معا مشاهدينا الكرام المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. ما أنا فقدت جوزي بالأول، فقدت جوزي وفقدت أخوي شهيد بلبنان، أولاد عمي لسه من أسبوع اثنين استشهدوا وواحد مفقود. اسمي فخر تاج حسن شقير من لبنان، وطلعت من لبنان بالحرب، عشت بحرب 78 باجتياح لبنان، كان صعب كتير، وعشت بحرب 82 اللي هو صوف في جوزي واستشهد، وطلعنا من 82 على الجزائر، من الجزائر جينا على فلسطين، شفنا كمان الحروب هون، الانتفاضة الأولى والثانية والثالثة حضرتها، وهي الحرب حضرتها. العصافير احنا بالنمساوي ضربوا قذائف تحذيرية لنطلع. طلعنا وصلنا نص الطريق، افتكرت العصافير رجعت جبتهم تحت القصف، يعني رحت جبتهم واجيت مهتم فيهم، لانه الروح العصافير طير هذا لازم يهتم فيهم، لازم احافظ عليهم زي ما انا روح انه روح بحافظ عليهم، بخاف يقصفهم اسرائيل. طبعا بخافوا العصافير، وقالوا اسماء، انا مسمي واحد على اسم بنتي وواحد ابن بنتي وواحد على اسمي انا، يعني عندي يارين وأحمد وفخر تاج، بطعميهم وبشربهم. وخلصوا الأكل لما انقصفوا بخان يونس عند البلدية القديمة، تحت القصف كنت أدورهم على الأكل. لا الظروف صعبة بس هنا عايشين، يعني منعاني خبز فيش، مي فيش، كهرباء معنا ما فيش، شايف خيمتنا على العتمة الحمد لله من نام، فيش عنا كهرباء، فيش مي، فيش خبز، هاي لي 4 أيام ما رحت جبت خبز، فيش خبز بالدار. يعني انت لاحظ لما ينزل الصاروخ من الطيارة، لو انت هون بتشوفهم هني بينقذوا، بتقلش انه طير، بينقذوا زينا زيهم، بحسوا زينا، بيخافوا، بصير يطلعوا صوت. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام من الرافدين، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم.